معكم سعيد حدوتي رئيس لجنة التسليم الجمعة الخميس. أول يوم رانا غندفنو السيد ياسين الله يرحمو، واحد الإنسان عظيم 40 سنة هو تقريبا رفيق ديالنا، عمرو بارك الله، كان واحد إمام معتدل، كيحب الوطن ديالو وكيحب الملك ديالو وكيحب الجمعة، هو قتله الله إن شاء الله الرحمة والمغفرة له. والسلام عليكم. شكرا. والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الإمام ديالنا السيد يزيد رحمه الله كان إماما مداوما للصلاة في وقتها منذ 40 سنة، لم يتغيب لحظة واحدة إلا لعذر كالمرض أو شيئا ما، ولذلك نشهد الله على أنه كان محبوبا عندنا جميعا، ونسأل الله أن يرحمه وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان. حقيقة فقدناه كلنا، كنا عائلة واحدة في المسجد محمد الخامس، نسأل الله الثبات لنا وله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. I'm
Yeah.